السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كل مكان. إن شاء الله طيبين وسالمين في أحسن حال يا رب. رمضان كريم على الجميع يا رب، يكون رمضان كما نحب، فيه سلام وفيه محبة وفيه كل ما نشتهيه كشعب سوداني. يستحق أن يفرح ويستحق أن يسعد ويستحق أن يوثق. ده برنامج حيكون معكم في رمضان على مدى أيام رمضان 30 يوم إن شاء الله، إذا وفقنا في أنه نقدر نجهز كل الحلقات. دي الحلقة الأولى حتكون هي افتتاحية البرنامج، حنعرف طبيعة البرنامج ذاته، فكرة البرنامج ذاته، وإلى ماذا تهدف، وليه عملنا البرنامج ده بالتحديد عن فنان وحيد لمدة 30 حلقة. ليس اعتباطا بالضرورة، لكن مقصودة هذه الحاجة لأسباب كثيرة، جزء منها التوثيق لسه عاوز نقعد عليه، لأنه عدم التوثيق في هذه البلاد الحبيبة فترة طويلة جدا ما كان بالشكل الموفق. ما حنقول هو ناقص ولا حنقول الناس قصروا، من قدر يوثق قدر يوثق، لكن ما التوثيق المطلوب لهذا الشعب العظيم؟ تاريخه الغنائي الثر، الشوق والريد هو اسم هذا البرنامج، وسمينا اسم هذا البرنامج بالشوق والريد لأنه مرتبط ارتباط مباشر الفنان العبقري الجميل اللي عمل تحول ما سهل يتحدث عنه إلى هذه اللحظة كل الموسيقيين والمتخصصين في كيفية النقل من وإلى، والنقل من وإلى دي أنا أقصد من الحقيبة إلى دخول آلات بطارية ودخول ألحان شكلها مختلف وجديد ومتمرد ومواكب إلى هذه اللحظة. شوق وريت حيكون برنامج يوميا معكم. إبراهيم الكاشف هو موضوع هذه الحلقات في رمضان. أنا سعيد جدا بأنه يكون معي عراب هذه الفكرة والباحث في هذه الفكرة بالجهد، بكل هذا الجهد اللي قام به. على يميني مباشرة أستاذنا الكاتب الصحفي والباحث سراج الدين مصطفى. سراج الدين عرب، مرحبا بك محمد، وكل سنة وأنت طيب، وتحية للشعب السوداني الصابر على الآلام وعلى المآسي وعلى الأوجاع، ويا رب يعني في بداية رمضان ده وفي كل الأيام القادمة تتغير الظروف إلى الأفضل. والكاشف يمكن واحد من معالجاتنا النفسية والوجدانية هو قد يكون مسكن للألم. صحيح. ما كل الآلام بنحاول عبره نزيل يعني رهق الحياة اليومية. نعم أكيد طبعا. البطل الأساسي في هذه الحلقات اللي هيقوم بالأداء بصوت الكاشف إذا جاء زي التعبير، لأنه هو عنده شخصيته وعنده صوته وعنده غناه الخاص، لكن في بحثنا عشان نعمل البرنامج ده لقينا أقرب صوت ممكن يعبر بطريقة الكاشف هو الفنان عماد اللي هو صاحبنا طيلة هذه، عماد الكاشف. طبعا بعد ذلك هنعرف اسمه الكامل عماد الكاشف دي، لأنه ارتبط بأغاني الكاشف، حيصاحبنا أو حيصطحبنا طيلة هذه الفترة وهذه الرحلة على الكاشف. عماد يا أخي كل سنة طيب ورمضان كريم عليك. كل سنة وانت طيب أخي وصديقي محمد محمود، وكل سنة والشعب السوداني كله طيب، وتحية يعني خاصة لقناة الشروق اللي هي دائما سباغة في الأفكار وفي يعني الإبداعات. وأنا سعيد جدا إنه يتم اختياري يعني للبرنامج ده، وده برنامج كبير جدا، وبفتكر إنه يعني قناة الشروق أبدعت في إنه تنفض الغبار عن يعني غامة زي إبراهيم الكاشف، خاصة وإنه يعني ما في توثيقات كثيرة يعني، وكان بيستحق يعني لظروف ما حصلت الحاجة دي،
وأنا سعيد جدا إنه يتم اختياري من غير باقي الفنانين، مع احترامي ليهم، وهم كثير يعني اللي بيجيدوا غناء إبراهيم الكاشف، وأنا بعتبر نفسي محظوظ إنه تم اختياري. وبنقول للناس رمضان كريم، والناس تصوموا وتفطروا على خير، واتمنى يكون ما في قطوعات يعني زي السنة اللي فاتت. ونتمنى قطوعات كهرباء قاصد؟ قطوعات الكهرباء أكيد. المرتبات دي ما سابت أصلا. والله برضو مرت فيها قطوعات بصراحة يعني. طيب. نعم. برضو كلها قطوعات. نتمنى إنه يلتئم شمل على الشعب السوداني، والناس تتوافق وتتآلف يا رب. والسودان يمشي لي قدامي يعني، ويستحق كده يعني، والسودان بلد رائد يعني. طبعاً. ونتمنى إنه نسعد الناس ونكون يعني إن شاء الله والله خفيفين عليهم، ننبسط على الأقل إن شاء الله يعني، وننبسط بحقنا يعني، ننبسطنا أيوه. بحقنا كاشف حقنا. نعم كاشف حقنا بالضرورة وننبسط به. نعم. سراج، السؤال الطوال بتخافز للذهن، لماذا هذه الفكرة، فكرة التوثيق مبدئيا كده، خلي بعدين عشان أسألك من التوثيق للكاشف تحديدا يعني، لماذا هذه الفكرة؟ أنا يعني شوف، خلينا نتكلم عن فكرة البرنامج. أنا طبعا بتجمعني بالأخ عماد، هو أخ وصديق، ده على المستوى الاجتماعي والمستوى الشخصي. ونحن جيران، ده غير بعد ذاك الصفات المهنية والاحترافية. أنا كصحفي، هو كمغني عماد، أنا في تقديري عماد عنده صوتين، صوت حق عماد عبد الرحيم، والصوت اللي بيجتهد إنه يؤدي به هو أغنيات الكاشف. وأنا استمعت لعماد في كثير من الأغنيات. أنا ما داير أقول هو الأفضل، لكن هو الأقرب إنه حقق لي فكرتي في التوثيق لإبراهيم الكاشف. على الأقل أنا بحتاج لصوت جديد من الجيل الجديد عشان أعمل بحث لأغنيات الكاشف. أنا دائما بقول الكاشف ما لقى التوثيق اللي بيستحقه، ولا نحن بنقدر حتى نحن نقول الشغل اللي شغالينه في قناة الشروق ده طبعاً. هو ده التوثيق الأمثل. نحن صحيح في أخطاء وفيه لكن فتحنا الباب، لكن خلينا نقول دي صحيح محاولة شرف التجربة بالضرورة. الإنسان دائما بيظل في حالة تجريب. صحيح. نحن بدينا بالكاشف، حنواصل في كل أغنية الكلام الكاشف، حقول لقدام نواصل في كل أغنية الكاشف، وحنمشي لغيره من الفنانين اللي حصلوا قدام الشعب السوداني. نعم. تاني برضو سؤال ممكن يتقافز للذهن، ليه بدأت بالكاشف؟ أو طيب السؤال بطريقة تانية، ممكن ناخذ بطاقة تعريفية عن الكاشف؟ يعني الاسم، الميلاد، النشأة، عن إبراهيم أبو جبل. إبراهيم محمد أحمد أبو جبل. طيب. من مواليد مدينة ود مدني في العام 1915. وأنا قبل ما أسترسل في البطاقة الشخصية يا محمد، لكن تتخيل كل هذا البحث الغنائي وكل هذا التراث الغنائي وكل هذا الجمال، سيد توفى أنجز في 54 سنة عمره لحد ما توفى. إذا خصمنا سنوات الطفولة، يمكن كل الجهد الخارق الأسطوري العبقري ده الكاشف يكون عمله في كم وثلاثين. ودي كانت نبوغ وعبقرية مبكرة. طيب نرجع، هو إبراهيم محمد أحمد أبو جبل من مواليد مدينة مدني في العام 1915. والدته اسمها حسنة محمد علي. هو أخذ اسم الكاشف من جده لوالدته، اللي هو محمد علي كاشف، اللي هو كان ضابط جمع الغزو التركي للسودان. عام 1821. وهو جده هو اسمه محمد علي كاشف، اللي هو نسب لجده أبو أمه. هو ذاته هو الرباو. يعني والد الكاشف توفى هو صغير جدا. واسم الكاشف ذاته، الكاشف هي رتبة عسكرية في الجيش التركي. طيب. الكاشف بدأ بداياته الغنائية في مدينة ود مدني، ثم بعد ذلك انتقل للخرطوم في 1940. نعم. و
التحق بعد ذاك بفرقه الاذاعه وبعد ذاك هو واصل في تجربته الغنائيه وتحديثاته في الغناء، لكن يمكن خلينا نقول الكاشف برضو على المستوى الغنائي بدا بالريك او نحن قاعدين نسميه الشكل الشعبي او ما يعرف وقتها بغنى الحقيبه اللي هو بدا مع محمد ود الفكيجه من مدينة كابوشية. نعم. وهو لو يمكن تسميه بشكل احترافي كده هو أول فنان في السودان بالشكل الحديث وقتها. الشكل الحديث هو الغنى كان عنده أشكال متعددة قبل ما يصل لشكل الحقيبة. المؤسس الأول له شكل الحقيبة هو محمد ود الفكيه الجم من كابوشية، وبعده سرور. نعم. وبعده كرومة، لكن احنا بنعتبر انه الكاشف امتداد لتجربة سرور. نعم. يعني زي ما كان سرور صحيح جرى فيه انه خليفته، تمرد برضو سرور انه خليفته. واول الاغنيات اللي قدمها ابراهيم الكاشف بالشكل الشعبي اللي هو كان بريك هي اغنيه الشغلين فؤادي للشاعر علي المساح. نسمع الشغلين فؤادي ونجي بعد ذاك نتكلم عن الشغلين فؤادي وعلي المساح شاعر الاغنيه. جاهزين يا عماد نسمع؟ جاهزين ان شاء الله. فؤادي باعتبار انه دي اول حلقه ودي اول اغنيه تغنى بها الكاشف. نعم. نسمع الشغلين فؤادي ومعنا الفرقه الموسيقيه بيه. النسيم عاودني بقوم من نوم تاب بتقول فكر حاير مشطوب شطاب. يا نسيم بالله تجيب رد الخطاب او عجاه لي وما بتحمل عتاب. شاليهم شاغلين
شكرا عماد، شكرا للفرقة الموسيقية. ده كان نموذج من الشغالين فؤادي. نحن حبينا نوضح بأنه دي أول أغنية تغنى بها الراحل المقيم إبراهيم الكاشف. شكرا سراج. شكرا محمد. ده افتتاحنا الأول أو دي حلقتنا الأولى من الشوق والريد. حنتواصل معاكم كل يوم في شهر رمضان المبارك. كل سنة طيبين، تابعونا يوميا إن شاء الله. خلوا بالكم من روحكم ونخط الريموت من أسا، لأنه حنكون معاكم طيلة شهر رمضان المبارك على قناة الشروق الفضائية. تسلموا.